تنحي ما بي تبشر الخلق طابتي يا طبيب وانا جرحي لسه ما ببشر طبيب الهوى جرحي لسه ما طبش خلقي طابت يا طبيب خلقي طابت يا طبيب وانا جرحي لسه ما طابش لفت جميع البلاد يا عمي يا ابو قاسم رحت لجميع الأطباء لكن كل الدواء اللي وصفوه ما نفعش ايه العمل يا طبيب قولي 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 يا طبيب قولي قولي وانا اخلي السر فيا وانا امشي قال لي روح لستك السيدة وخد منها النظرة اوان وامشي انا ما كذبتش خبر يا سيدي علي ابو فريحة ورحت لي باب رئيسة الديوان ست السيدة زينب عشان اخد منها النظر اوان وامشي ولما خان النظرة حلفت لم امشي انا ما كتبتش خبر يابا يابا فريحة ورحتي على باب الرئيس المهاشم لجلي اخد النظرة يا سيدي ابراهيم اول وامشي اول وامشي اول وامشي اول وامشي اول وامشي اول وامشي لما خدت انا النظرة حلفت لن امشي عشق جمال جمال الرئيسة وعن حبها يا بدل
من أنا ما بعد شي سهران على باب الديوان سهران على باب الديوان يا سيدي داود يا عزم وعن الندى ما خلفش خدني الغرام مني لها خدني الغرام كل بها على حضرة بيها انا ما اتفلش داريت على السر وقلت للسر ما تبقش على باب رئيس الديوان خمار بيملى ويعبي يناديني في حضرة الحضرة ويزود لي كالشرطي اشرب انا واخمر ولما اخمر اسكر ولما اسكر اهيم ساعة الندى والبي يا ست ارخي النظر ده انا انعذر قلبي يا طبيبة للعيايا مات يلا ذوي جنبي ستي في النظر دنا من الجراح متعب لاجلي اسعد انا وقلبي يا بنت بنت النبي يا سكنة جوا جنة طيب سيدي على ابو فريحه وفي احمد شفيق البركه لاخونا احمد على الخلافه
ربنا يبارك فيه سيدة أنا أبو فرحة وأحباب يا رب. عودا يا رب عودا يا رب. إيرخ النظر يا سيد دنا 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 العظم جد وابعتلي الكشف من ابن أخوك علي سبب ضربي انت الاساس والمراس يا خلاص ليا ما احبك واخداني
تخشيش الناس تنام الليل يا ما زينب وانتي عملالي في الليل فرس ما عطش فيش ما سيبش بابتي واني دانا اللي بحناني يا ستي حال وصل لسلك الهوى والسلك فيا لميس يا محضراني بالقص يا محضراني بالقص ومؤسساني بالنبي تأسيس يا بنت سيدنا علي يا دايرة التوريس يا دايرة يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين يا 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 سيدنا الحسين فيها رجال سيرة من باب سيدنا الحسين لست رئيس عمل الرجال تداريس بهم أصبح لهم بحسيس يعني يبقى قاعد في بيته ويجيله الإشارة بالتدريس استلم الخطاب يا بدوي ويبقى له جواب
عليه حر خسيس اللي حبته ثبتته في دايرة التدريس وبالمعاني سلمته الجواب خصيص تسقيه خمر محيا ويصدر برية الرية على معنى وعلى تأسيس السر مش في البناية ده السر في التأسيس مفيش حدا ونسى يا بابا